بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتي وإخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله تعالى عن أحد العابدات الزاهدات القانتات العارفات بالله تعالى، وهي ستنا السيدة جبريلة أبو بكر الحسيني رضي الله عنها وأرضاه. وستنا السيدة جبريلة أبو بكر الحسيني هي العارفة بالله الزاهدة النقية التقية الحسيبة النسيبة رضي الله عنها وأرضاها. وستنا السيدة جبريلة رضي الله عنها وارضاها هي بنت مولانا سيدي أبو بكر ابن سيدي محسب الحسيني رضي الله عنهم أجمعين، فهي من آل بيت النبوة، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نسبها الشريف رضي الله عنها وارضاها يتصل نسبها الشريف بحضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي السيدة العارفة بالله النقية التقية الشريفة السيدة جبريلة بن سيدي العارف بالله أبو بكر بن سيدي محسب ابن السيد محمد ابن السيد عيد ابن السيد علي ابن السيد محمد ابن السيد علي ابن السيد محمد ابن السيد أبو بكر ابن السيد رحمة ابن السيد محمد ابن السيد نصر ابن السيد حسن ابن السيد علي ابن السيد جاه الله ابن السيد معوض ابن السيد محمد البصيري ابن السيد سكات الدين ابن السيد علي ابن السيد عامر ابن السيد كميل الدين ابن السيد الأمير محمد أبو جعافر ابن السيد الأمير يوسف المغربي ابن السيد الأمير إبراهيم ابن السيد الأمير عبد المحسن ابن السيد الأمير حسن الفاسي ابن السيد الأمير محمد ابن السيد الأمير موسى ابن السيد الأمير يحيى ابن السيد الأمير عيسى ابن السيد علي التقي ابن سيدي محمد المهدي ابن سيدي الإمام الحسن الخالص العسكري ابن سيدي الإمام علي الهادي ابن سيدي الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي الرضا ابن مولانا الإمام موسى الكاظم ابن مولانا الإمام جعفر الصادق ابن مولانا الإمام محمد الباقر ابن مولانا الإمام علي زين العابدين ابن مولانا الإمام الحسين ابن مولانا الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، زوج ستنا السيدة فاطمة الزهراء بنت مولانا حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن حياتها رضي الله عنها وأرضاها، عاشت حياتها رضي الله عنها وكل وقتها وأغلبه على ربوة في خلوة على ضفاف نهر النيل مع الله في قرية العيايشة مركز قوس جنوب محافظة قنا. كانت رضي الله عنها وارضاها مع أبائها الطاهرين وإخوانها الصالحين وبنوهم، يأتيهم الناس فينهلون من إحسانهم ويشاهدون من حسنهم فيتحدثون بمحاسنهم ولما ولا، وهم آل بيت النبوة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكانت ستنا السيدة جبريلة رضي الله عنها وأرضاها تنفق على الأيتام والأرامل والمساكين والفقراء وما قصدها أحد لله ورسوله إلا وجبرته،
وكانت رضي الله عنها وأرضاها بحرا في العلم. رضي الله عنها وأرضاها، واللهم أكرمنا بزيارتهم يا رب العالمين. وكانت رضي الله عنها عليها هيبة مثل هيبة الملوك. رضي الله تبارك وتعالى عن ستنا السيدة جبريل أبو بكر الحسيني، وعن أبائها وأجدادها وأبنائها، ونفعنا اللهم ببركتهم، اللهم أمين. وانتظروني إن شاء الله في الفيديو القادم مع كرامة السيدة جبريل أبو بكر الحسيني مع اللواء زكي بدر. هذا وبالله التوفيق، تحياتي لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.